السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله ملح وحلو. في هذه الحلقه هذه غادي نقدم لكم كيك رائع فيه بسكوي بيدون بيض وبسكوي داكواز والحشو استعملت كريمه الزبده الايطاليه وزينته بشوكولاته رافاييلو. تابعوا معي مراحل التحضير. في المقادير غادي نحتاج 300 غرام ديال الدقيق الابيض دقيق الحلويات زائد 14 غرام ديال خميره الحلويات هي جوج ديال الاكياس شويه ديال الملحه انا ضايفاها مع الدقيق. عندي 200 غرام ديال السكر ابيض حبيبات. في الوصفه الاصليه فيها 240 غرام. الا بغيتيو تزيدوا السكر زيدوا. عندي 240 غرام ديال حليب الكوكو 120 مليلتر ديال الماء الساخن. عندي 80 غرام ديال الكوك 30 غرام ديال زريعه الكتان وشويه ديال نكهه الفانيلا. عندي هنا 175 غرام ديال الزبده بدرجه حراره الغرفه. اول حاجه غادي ناخذ هذا الماء اللي سخون وغادي نديرو على زريعه الكتان ونكهه الفانيلا ونخليها على الاقل 5 ديال الدقائق. غادي نطرب الزبده نضيف لها السكر وطرب. غادي نضيف زريعه الكتان والماء نضيف خميره الحلويات مخلطه مع الدقيق الابيض شويه من الدقيق شويه من حليب الكوكو شويه من الدقيق شويه من حليب الكوكو تنساليهم بجوج. اخر حاجه غادي نضيفها هي الكوك. غادي نقسمهم في ديمول بحال هكا على ثلاثة. غادي نقسم هاد العجينة على ثلاثة هادي الكيك وندخلو الفرن مسخن على 180 درجة لمدة ديال 35 دقيقة باش يعطيني ثلاثة ديال الكيكات متساوية. بعد ما كنخرجو البسكوي من الفرن كنخليوه حتى كيبرد مزيان وعاد كيمكننا نستعملوه. والحشو غادي نستعمل كريمة الزبدة الإيطالية اللي سبق لي وحطتها في حلقة سابقة. غادي نقسمها بشويه ديال الكوك واحد جوج معالق كبار ديال الكوك فقط. غادي نبدا في المونتاج. غادي ناخذ بسكوي واحد غادي ندير عليه كريمه الزبده ثم طبقه ديال الداكواز اللي سبق لي وحضرتها في حلقه سابقه. ندير كريمه الزبده ثم طبقة ديال الكيك ونبقى مستمرة الكيك داكواز كريمة الزبدة حتى نسالي. ثم غادي ناخذ سكين وغادي نحاول نقاد الحواف باش يجيوني قد قد. ثم غادي نكمل بالتغطيه ديالها. التغطيه الاخيره والتنعيم ديال الكيك انا غادي نستعمل لا كريم فريش كريمه هلالة طربتها وغادي نغطي بها الكيك كامل. في الاخير غادي ناخذ الكوك وغادي نحاول نلصقو عليها بحال هكا. تجي بحال هكا والكوك من الفوق. غادي ندير دي غوزاز من الفوق. وفي الاخير غادي نزينهم بشوكولاته رافاييلو اللي حتى هي بالكوك وسبق لي وحضرتها في حلقه سابقه. قطعت كل وحده على جوج باش جاني فيها هذا المنظر هذا ديال اللوزه. وانتم طبعا كل واحد تزيين غادي ديروه حسب الذوق ديالو حسب الموجود عنده.
هنايا الوسط غادي ندير حبات ديال رافائيلو حتى هما. الشكل النهائي ديال لو كيك هو هذا، نتمنى انه يعجبكم. نشوفوه من الداخل، كيجي بحال هكا. نتمنى حلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، نتمنى انكم تجربوا هاد لو كيك هذا رائع في المذاق. الا عجبتكم حلقه اليوم ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا معايا فلاشين ديالي مالحلو على اليوتيوب وفي الصفحه ديال الفيسبوك مالحلو، وبصحه وراحه.